لماذا يرد ذكر سيدنا إبراهيم دونه عن من بقية الأنبياء في تشهد عند صلاة المسلمين؟ لماذا نصلي ونسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ ولماذا لا يكون ذلك على الأنبياء الآخرين؟ هو أحد أولي العزم الخمسة ولكن ليس أولهم ولا آخرهم، فلماذا هو؟ وإذا كان الأمر لأنه قبل الخمسة، فلماذا لا نسلم على عيسى ونوح وموسى وأيضا؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختصه الله عز وجل بالفضائل العظيمة والمكارم الجليلة، فكان الإمام والأمة والحنيف القانت لله عز وجل الذي ينتسب إليه جميع الأنبياء بعده، ويؤمن به جميع أتباع الشرائع المسلمين والنصارى واليهود. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبرنا الله تعالى أنه اتخذه خليلا، وجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من نسله من طريق إسحاق ويعقوب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخص بإبراهيم من غيره، فإبراهيم عليه السلام هو أبو العرب، وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. وإبراهيم هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته بقوله تعالى في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن تبع له أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل في سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وسئل الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد، فأجاب: كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه أن لا إله إلا أنا فاعبدوني. لكن إبراهيم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، واليهود والنصارى ادعوا أنهم أتباعه والمسلمون هم أتباعه، فكان هو عليه الصلاة والسلام قد خص بأنه أبو الأنبياء وأنه صاحب الحنيفية، وأمرنا باتباعه لأننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.